تشاكير بمدينة فاس. وصلت مع الناس اللي كيديروا الخير وما بينهم يوسف الدروالي، ركزت على النقطة وين تواصلت معاه، كنت دخلت لعند الليف ما كيجاوبنيش، كتبت له في الموقع ديالو الميساج في الميسنجر بحكم الإرادة. الإجابة ديالو كانت علاش كتعيط لي ما كاينش غير انت، يعني انا في حاجة ما استل هذا الشيء. هو كيسال الناس اللي ما كاينش كيكون عندهم حد شهري داخل الدخل شهري وعندهم بزاف الحوايج كيقدروا يخدموا كيساعدهم، يعني الا حرك انسان في إعاقة وما كيساعدوش، يعني كيساعد غير اللي بغاو، وهذاك الشيء كيبقى شغل ديالو يعني. يعني المهم علاش ما يجاوبنيش انا، يعني انا راني من الناس المضرورين. بروكا كان ما بقاش كيطلع لي ميساج، كنكتب له والو، حسيت بيه انه ما كيبغيش هذه الفئة هذه، يعني كيساعد غير اللي بغا، كيساعد غير قبل ما ندخل في هاد النزاعات وكذا، كيساعد غير الناس اللي واصلين، ولا كيساعد غير الناس اللي بغا يهضروا شي، يعطيهم شي حاجة بسيطة ويسكتهم. زيد كان كنطلب الناس المحسنين المساعدين، عندما دابا غادي تساعدوا الواحد كضرب مع واحد كلمة طيبة، قولوا اخويا ما قدرش ما كاينش امكانيات هذه هذيك، يعني ماشي تجاوبوا بواحد الجواب كتصدعني علاش كتصوني لي في هذا الليل، علاش هادي علاش، المهنة ديالك هي المساعدة وانت ما كتساعدش.